في 14 من يونيو عام 2013، وبينما تغرق مصر في كثير من الأزمات التي طالت كثيراً من القطاعات مثل الكهرباء والوقود والصدمات التي رافقت محاولة حكومة الإخوان المسلمين الدؤوبة أخوانة الدولة المصرية، هاجمت عناصر منتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين أعضاء حركة تمرد في الإسكندرية باستخدام العصي والحجارة والأسلحة البيضاء في محاولة لإرهاب شباب الثورة وتوصيل رسالة تهديد واضحة إلى كل من تسول له نفسه معارضة الجماعة. هكذا التقط كثير من المراقبين الخبر الذي اعتبر بروفة مصغرة ورسالة تهديد واضحة لما ستقدم عليه الجماعة في 30 من يونيو، لكن الاعتداءات انتهت على غير ما ترجو الجماعة عندما تصدى الأهالي للمهاجمين وطاردوهم حتى الاحتماء بمقر حزب الحرية والعدالة في شرق الإسكندرية الذي تعرض للتحطيم على أيدي الأهالي. وبينما كان الرئيس مرسي منذ الشهر الماضي يروج لأحاديث دعائية تخلو من المصداقية بشأن تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من القمح خلال 4 سنوات قادمة، وهو ما كذبته وسائل إعلام عالمية مثل فوكس نيوز، كان مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام برناندينو لايون يؤكد لمنسق السياسة الخارجية لحكومة الإخوان عصام الحداد أن الاتحاد الأوروبي يعتبر 30 من يونيو بمنزلة استفتاء شعبي على بقاء مرسي.